وعشان كده احنا قلنا زمان الناس فهمت التوبه غلط. يعني يقول لك توبت الى الله، يجي يعمل بلوى مسيحه كبيره يقول لك استغفر الله العظيم. قول له انت ما انتش فاهم الحدوت، الاستغفار مش هنا، ده الاستغفار كان الرسول بيعمله بعد الطاعه، اول ما يخلص الصلاه اول ما يسلم يقول ايه استغفر الله، لما يخرج من الخلاء، لانه قعد في الخلاء اللي هو الحمام يعني دوره المياه، قعد فتره لا يذكر الله، ما يقولش بعد الحمام استغفر الله، يقول لك غفرانك. انا هنا محتاج المصدر، لان قعدت خمس دقائق ما ذكرتش الله، لانه كان لا يذكر الله في الخلاء صلى الله عليه وسلم، وهذا اسوه ومثال لنا. يعني لما يخلص صلاه يقول استغفر الله، يعني بيطلب ايه المغفره، لكن بعد الخلاء غفرانك. حد فكر ليه قال غفرانك؟ دي مش استغفار عادي، ده عايز ايه؟ كنه المغفره، عايز المصدر نفسه، لانه جلس دقائق معدوده لا يذكر الله تبارك وتعالى. وادام ما ذكرش الله تبارك وتعالى يبقى مش عايز استغفار، عايز ايه؟ الغفران نفسه، مش كده برضو؟ تمام. طيب بعد الكبيره بقى تقول استغفر؟ لا، انت مش فاهم القضيه كده، ده انت كنت في السعه في اليسر بتستغفر، لكن لما تقع في الكبيره تقول ايه؟ تبت الى الله. وده الفرق بين الاستغفار والتوبه. ولما تقول تبت الى الله، لسان ولا قلب ولا جارحه؟ الثلاثه. يعني التوبه دي لسان يعلنها وقلب يؤيدها وجارحه تمتنع. البدن يمتنع، اذا كنت بسرق ما اسرقش، اذا كنت بزني ما اسنيش، اذا كنت بتكلم في الاعراض ما اتكلمش. يعني شوف عندك كام عمل، لسان يقول وقلب يؤيد، وبعدين جارحه كف بقى، كف الجارحه بقى. ما هي التوبه كده، لان التوبه ايه؟ عوده. وانا قلت زمان تاب يعني رجع، فكاني بالراجل الحرامي ده جايب بظهره ويلف ويرجع الى الله تبارك وتعالى. فمنع الجارحه مع يقين القلب مع اعلان اللسان، فثلاث حاجات بتشتغل. لكن ما اقعدش كده احط رجلي عليك تبت الى الله، لا مش هتنفع. او استغفر الله بعد كبيره، يبقى انت ما انتش فاهم القضيه. وهي دي لب الموضوع. وانا بقول لهم الناس اللي تمنوا الحياه الدنيا يعني وعاجبهم قارون قوي، لانهم في لحظه ما كانوش فاهمين اعتبروها نعمه من الله من بها عليهم، لانه ايه؟ تركهم أمهلهم. ايوه كويس. في نقطتين. النقطه الاولى ان مساله التوبه اللي احنا اتكلمنا عنها دي، في ناس بتتخيل انها يعني عنصر واحد مش ثلاثه زي ما احنا قلنا كده. خلاص يا سيدي، ما انا قلت لربنا تبت الى الله، انا تبت اهو قلبي ومش عارف قلبي ايه. طيب التوبه دي لو كانت متعلقه بمعصيه او تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فربنا ان شاء الله يعفو. بالظبط. لكن لو هي متعلقه ايضا بحق من حقوق العباد، سرقت حد، قلت فيه كلام مش مظبوط، شهدت شهاده زور عليه، مش من اسس واصول التوبه ان انا لازم ارجع الفلوس رد المظلمه او ارد المظلمه، ايا كان بقى مال قول فعل، لازم ترد المظلمه. لكن رد المظلمه هنا عايز وقف. عمرك ما هتشوف واحد يروح خبطه انا زنيت مع بنتك، مش هتنفع. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه في دي؟ اسال الله تبارك وتعالى في مثل المظالم التي لا استطيع ردها ان يتحملها عني. وعشان كده في قلب الحج او العمره في دعاء جميل نفسي كلنا نقوله، سواء في الحج او في العمره او حتى افترض واحد مش رايح الحج. يا ربي اني بينك ان بيني وبينك او ان لي او لك علي حقوقا كثيره فيما بيني وبينك وفيما بيني وبين عبادك، ما كان بيني وبينك اغفره لي، وانت القدير سبحانه وتعالى المقتدر، وتقولها بيقين يا علاء، وما كان بيني وبين خلقك او عبادك فتحمله عني. ليه؟ امتى بقى ينفع الدعاء؟ لو انا مش قادر ارد. لكن لو معايا فلوس، مش شايل المليون جنيه اللي سرقتهم او حتى اللي ما سرقتهمش، او جالي مال، يعني انا طالما قادر ارد، اذا ما ردتش لا تقبل التوبه، مش مقبوله كده. امتى يقبلها الله؟ ها، لو انك انت ايه، مش قادر ترد وقلبك ميال للرد وعمال تساله مكني يا رب عشان ارد، يقبلها سبحانه وتعالى. انت فاهمني ازاي؟ وعشان كده بنقول اللي مش قادر يرد مقبوله، اول ما قدر وما ردش ترجع تاني. خدوا بالكم الحته دي، يعني كلما تيسر له لازم ايه؟ لازم يسد. يرد. وبقول لهم سدوا اليوم، لان اليوم دينار ودرهم، اما غدا فلا دينار ولا درهم. انما اللي هيحصل
ان لو عندك حسنات هديله من حسناتك، خلصت اخد من سيئاته احط على سيئاتك، وانا مش حمل كده. وده وهذا هو العدل. يعني النهارده انت ما ردتش في الدنيا البعيد، مش انت يعني ما ردش في الدنيا، خلاص جينا يوم القيامه غدا لا دينار ولا درهم، مفيش فلوس، انما في ايه؟ حسنات. الراجل ده له عندك كم جنيه، كم فعل، كم كذا، ياخد من حسناتك الابعد ويديله. خلصت حسناتك، يجيب من سيئاته على سيئاته. فيعني شوف ترد لغايه ايه. والحق تبارك وتعالى لا يتنازل عن حق العباد.